انت كلش منحازه للنساء اي والفايز رجال زين هالسنه أي. بس ما ادري تكونين عاطفيه اي اوكي اكو اصوات نسائيه حلوه جتي الصدق لحد الان لا ماكو صوت يعني هذاك الصوت اللي تقدر تنافس بيه بعراق ايدل للفاينل يعني نو حتى تكون صريحه واو لا بس بنفس الوقت اذا لقيتي وحده راح تظلين وياها لحد النهايه طبعا 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 وراح يفوز رجال بس ما ادري لا 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 شوف علي انت اللي يختلف بيك عن باقي المشتركين انه انت طورت من نفسك حلقه عن حلقه انت هواي تطورت فيمكن تجي بنيه تقدم اليوم صوتها ضعيف لكن باللايف تبدي تتحسن صح. يعني احنا اول ما فتت انت علينا بالاوديشن ما توقعنا راح تبدع هالقد باللايف وهي قالت لي هذا شيء باللايف او بعد ثاني حلقه قالت لي انت كلش تطورت هوايه فما تعرف يعني يو نيفر نو ممكن يجي احد هسه يكون عادي بس باللايف يبدع مثلك صح. انت فدوى القلب شكرا انت بدعت وكل التوفيق لك وي لوف يو علي وي لوف يو تو والله استاذ حاتم حبيبي انت نورتني فدوى عمرك نورك نورتنا حبيبي طبعا استاذ حاتم انا احب اهنيك على اغنيتك وانت كنت مثابر كنت نموذج للفنان الحقيقي اللي ثبت نفسه من خلال شهرين او ثلاثه وصار نجم عربي بتمنى لك الموفقيه طول عمرك حبيبي موفقين للجميع واشكر عائلتك اللي مربيتك هاي التربيه الحلوه الوالد والوالده الله يحفظهم هذا من حسن ظنك حبيبي انت 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 انسان مثابر رغم ما جيت اخر واحد بس انت بالنتيجه طول عمرك صرت اول واحد زين استاذ حاتم انا عندي سؤال لك قدام الكاميرا قول بالسوشيال ميديا السنه اللي فاتت كانوا كلهم يقولون استاذ حاتم قاسي للامانه للامانه انا اعرف ليش استاذ حاتم قاسي يعني انا بالنسبه لي انه هو كلش حريص علينا فيريد يشوفك باحسن صوره هذا الحرص الحرص أي. انا مثل ما احرص على اولادي او حتى قصي مرات اكون مو قاسي بس اكون حريص يعني هو الحرص اللي يخليني انا دائما انطيكم الدافع انطيكم الكلمه الحلوه انطيكم الخبره اللي انا عندي يعني مكتسبها انطيكم اياها وانت واحد اخذتها من هاي طبعاً. والله طبعاً. والله العظيم انا دائما علي اقول له النموذج الحلو اللي بعلي ياخذ النصائح الاغنيه اللي يختارها ما يغيرها صح. خلاص الفنان يغني اي شيء بس يكون اختيار يلائم صوته يلائم طبقته نعم. ولونه وانت كنت نموذج حبيبي. انا كلش احتز يا حبيبي من لك الموفق زين هسه هم راح تكون قاسي لو لا لا انا مو قاسي انا جاي انطي رايي واقول لهم الصوت الحلو والله انا اعرفه هو من حرص على المشتركين انت ممكن يوم من الايام انا مو كنت قاسي وياك بس انطيتك النصيحه وانت يمكن حتى بكيت بيومه انا اتذكر قالوا لي بكي بيومه